هاني علي سليمان، خالد حسين، احمد عبد الحميد. حسين كان في الرحله اللي طلعت ايطاليا الثلاث اللي فات، احنا بنناشد السيد المحافظ الفيوم والسيد وزير الخارجيه انهم يبذلوا بس اقصى جهد، احنا مش عاوزين حاجه من الموضوع كله الا جثمان حسين، فبنشكركم بالله عليكم عشان حاله امه هنا وابوه والعيله كلها زي ما انتم شايفين، احنا تعبانين جدا، احنا مش عاوزين الا جثمان الولد بس، بنشكركم بكل الوسائل انكم ترجعونا بس جثمان السيد محافظ الفيوم والسيد وزير الخارجيه والهلال الاحمر ان كان يتدخل في الموضوع، بس ده اللي كل اللي املنا في الحياه عشان هنا الناس تعبانه، مش عاوزين الا جثمان الولد بس. اسمه حسين احمد عبد الحميد الجرحي، كان معاه واحد صاحبه في نفس المركب اسمه سعيد اللي هو له جثته دوت، هو كان معاه نفس المركب يعني. فبنشكركم بالله عليكم، اي حاجه ترجع لنا بس جثمان عشان خاطر امه عشان خاطر ابوه عشان خاطر اخواته وعيلته، احنا تعبانين هنا فبذلوا قصارى جهدهم السيد محافظ الفيوم السيد وزير الخارجيه يبذل اقصى جهد ليه عشان بس يرجع لنا جثمان، احنا مش محتاجين حاجه من عند ربنا الا موضوع جثمان بس، ندفنه ونرتاح.